يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. وصل بينا كلام اليوم من بعد ما وجدنا الأرض ديالنا وهشناها لتحت على الغرق ديال التربة الصالحة فيها، وبلا ما وصلنا البيضة ولا الحجر. وصل بينا الكلام إذن باش نشوفوا كيفاش خاص يكونوا الحفاري، وشحال خاص يكون بيناتهم ديال المسافة، وكيفاش نتراسيو البلايص اللي نحفروهم، وكيفاش نغرسوهم. اولا خاصنا نختاروا تشكيله ديال الحفاري تكون سهله، لا وقت نبغيو نديروها ولا وقت الخدمه من بعد ما يتغرسوا الشجر فيها. على هذا الشيء يمكن الشكل المربع تيبان ليه هو اسهل واحسن شكل يمكننا نديروه ونطبقوه، وفي هذا الشكل يمكن يكون واحد من الجوايه ديالو اكبر شويه من الاخر، مثلا 5 متر على 3 ولا 4 متر على 2، الجهه الواسعه للدوزان بالتراكتور والماكن من بعد. ثانيا العدد ديال الحفاري، اي ديال الشجر في الكتار، خاصو يكون مدروس بزاف حسب النوع ديال الشجر والحار على شمال القم، وعلى حساب الطقس الحراره والشرقي والريح، وعلى حساب الخدمه اللي باغين نتبعوها في الجنان ديالنا من بعد. لكن ما ننسوش ان لكل نوع من الشجر واحد العدد اللي الا هبطنا تحت منه تيولي الانتاج ناقص بزاف وماشي مربح، وإلا طلعنا بزاف فوق منه غادي يتزحموا الشجر ويتحسدوا بيناتهم وتجي الغلة ديالهم يا إما قليلة يا إما رقيقة بزاف. ثالثا فيما يخص الحفير، خاصو يتبع واحد التراسية تكون مدققة باش يجي الشجر من بعد مقاد في الخطوط ديالو. على هذا الشيء موجودين عدة تقنيات لهذه التراسية، يا إما بالقنبة والقصب يا إما بالميزان. اما وقت الحفير خاص الخدام يرشم الوسط فاش كانت القصبة ويعبر القياس اللي خاصو يحفر من كل جهة، مثلا 35 سنتيم من كل جهة من القصبة باش الحفاري يبقاو شادين الخط من بعد الحفير. واخيرا وقت الحفير خاص التراب يتحط على جنب الحفرة، الفوقاني على جهة والتحتاني على جهة اخرى بلا ما يتخلطوا، بالخصوص اذا كان بيناتهم فرق كبير في الجودة ديال التربة والشكل ديالهم مثلا. ملاحظة اليوم، إلا سولنا نفسنا يا ترى أشنو هو أحسن وقت في العام فاش خاصنا نغرسو الشجر، غادي يمكننا نجاوبو أن الوقت في الحقيقة تختلف حساب النوع ديال الشجر اللي بغينا نغرسوه. فمثلا إلا كان الشجر اللي غادي نغرسوه بحال الحواميد اللي ما تيرتاحش وما تيطيحش الورق ديالو كله، غادي يمكننا نقولو أن الغرس يمكن له يكون في أي وقت مناسب للفلاح، خاصو غير يجتنب شوية الصيف ووقت الشموس الشرقي ولا قوة البرد والشتوات الكثيرة. أما إلا كان الشجر تيطيح الورق ديالو كله بحال التفاح وبوعويد والبرقوق وغيرهم من هاد الفواكه، أحسن وقت هو في آخر الشتاء ولا في الأول ديال فصل الربيع، حيت يبدأ يسخن الحال شوية وتبدأ تسخن الأرض حتى هي، وفي الحقيقة حتى فصل الخريف ما قبيحش بزاف للغرس الجديد. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.